بصوا بقى، سندوتشات دخلت الفرن، عايزاكم تبصوا معايا كده في الطاسه في ايه. هتفتكروه بلح الشام. لا هو مش بلح الشام، دي بطاطس. اه والله بطاطس، بطاطس مسلوقه. هحط عليها شويه اضافات هتديني كميه قد كده، واقدر اعمل بيها بطاطس هشه تجنن، شكلها مختلف. عارفين يعني هتدينا كميه حلوه قوي، وفكرتها حلوه جدا. طب مقاديرها ايه؟ يلا بينا اجيب الورق. عباره عن ايه بقى البطاطس الكريسبي الخطيره دي؟ بطاطس مسلوقه. هنظبط قوامها طبعا بنشا ودقيق وشويه زبده، احب جدا اطعمها. ثوم بودره، بصل بودره، وكمان ملح وفلفل اسود، وطبعا تنزل في زيت علشان تتقلي. تاني بطاطس الكريسبي بتاعتي، البطاطس بلح الشام دي معموله ازاي؟ بطاطس سلقتها قوي قوي قوي، وبعدين حطيت عليها ملح وفلفل اسود وزبده وثوم بودره وبصل بودره ونشا ودقيق وزيت، وطبعا زيت غزير للقلي، ورشت بقى على الوش بابريكا، زعتر، زي ما انت عايزه. هتبقى حلوه جدا جنب السندوتشات الجباره اللي معانا دي في قلب الفرن. بصوا دخلتها الفرن، جبنه بس عندي هنا بتسيح، الفرن يكون سخن جدا جدا، يعني متشغل من تحت بس ويكون سخن قوي، درجه حراره مثلا 240، وقبلها بمده. علشان ايه بقى؟ لازم تركت ان هو يكون سخن قبلها المده دي، علشان لما ادخل العيش عندي ما ينشفش، الصوص اللي موجود جوه العيش ما ينشفش. ما اضطرش اسيبها وقت كبير خالص، انا دخلتها 3 دقايق بالكتير واروح مطلعه. انا كل عايزاه ايه؟ الموتزاريلا بس اللي عندي على الوش تسيح، مش اكتر من كده، ويفضل الرغيف عندي طري علشان الصوص اللي موجود فيه. طيب تعالوا كده نشوف ايه عندنا هنا. البطاطس بتتقلي اهو، بصوا بقى مش هطلعها غير لما تاخد بص لون ذهبي خطير ازاي، وهتبقى مقرمشه جدا جدا باضافه ايه؟ طبعا النشا والدقيق، هتبقى حلوه قوي معاكي وهتديكي كميه. طيب تعالوا، انا بس ايه مش عايزه احط ايدي هنا قبل ما ايه ما اطلع، علشان ما احبش ابدا العيش عندي ينشف في الوصفه دي. تعالوا بقى نظبط القوام مع بعض. البطاطس عندي مهروسه كويس قوي فبكمل اهو، سوري مسلوقه كويس قوي فبهرسها، واحط بقى ايه عندي هنا؟ ثوم بودره، بصل بودره، مكعبين ثلاثه حلوين زبده، عندي هنا النشا، وعندي كمان الدقيق. يعني حطي الاول معلقتين ومعلقتين، وبعدين شوفي ها هتحتاجي تاني ولا كفايه كده. ملح، بخلي بالي بس من الملح مع البطاطس علشان هي بتمتص الملح وبتتحدق معايا بسرعه جدا. ابدا بقى ايه اهرس كل ده، الزبده طبعا مع الهرس بتبقى درجه حراره الغرفه مع الهرس، فايه هتخلي لي الموضوع كريمي اهو. بصوا عندي هنا بقى عماله تتحمر، اديها بس تقليبه. الله، لا ده انا سمعكوا صوت قرمشتها حالا. وادي البطاطس اللي احنا بنعملها على طول، بس هنزود الكميه يعني هنديها شكل مختلف. ابدا بقى ايه احرس كده، وبعدين الشكل ده طبعا جاي من كيس ايه حلواني، حطيت فيه البلبله بتاعه بلح الشام، تقول حمص الشام، قلبي معايا عقلي معايا، مع حمص الشام، حمص الشام ايه، مع بلح الشام، وبعدين انزلها في الزيت وبقص بالمقص، مهم جدا اقص بالمقص، وهوريكم حالا بعمل ايه بعد ما اخرج الطاسه دي. بهرس كده اهو كله عندي، لازم اتاكد اني هرستها حلو جدا وكله اختلط ببعضه، والزبده عندي ساحت اهي، علشان لما الزبده عندي تسيح بتديلها قوام حلو جدا، هو ده القوام اللي انا عايزاه.
تمام. حطيت الاول دقيق ونشا وبعدين اشوف هحتاج تاني فحط تاني، ما احتاجتش خلاص حبه صغيرين الاول واختبر. تعالوا نشوف هنا. الله الله، هطلع اللي في الفرن بقى علشان كده كفايه قوي. يلا بينا. شفتوا؟ قلت لكم ثواني، ما بياخدش ثواني معايا. الله، حطيت شويه زعتر، طلبات الاخوه في الكنترول قالوا لي عايزين زعتر، حطيت لهم شويه زعتر اهو. عايزه اقطع لكم واحده علشان تشوفوا قد ايه هي عندي هنا جوسي، بس هي سخنه طبعا، بس هحاول برضو. ادي سكنتي اهو. بصوا بقى، بصوا الجبن شايفين، وبصوا هي قد ايه طريه من جوه اهي، مفيش حاجه فيها نشفت. العيش واخد واخد، عايزه اقول لكم عارفين قرمشه لذيذه مع الحاجات دي كلها بقى اللي موجوده فيه، لا هتتبسطوا منها قوي. انا هحاول احطها على البلانشا بس برضو اطلع دول الاول. يلا عندي ايه، اخدوا لون حلو قوي وارجع احطها على البلانشا بعد ما اعمل ايه حبه في الزيت هنا يكون هي ارتاحت. بصوا لونها، بصوا لونها بقى عامل ازاي، وعلى فكره ما بتشربش زيت خالص. شامعين القرمشة؟ تجنن. بصوا بقى بعد ما بهرسها كويس جدا احطها في كيس حلواني، وايه احط مقص هنا في ايدي واروح منزله كده واقص بالمقص. تمام اهي، واقص بالمقص، ادهن المقص زيت اهو من الطاسه عندي، وانزل واقص. بصوا الفكره اهي. طبعا هي من نوع التغيير، مش هنعملها كل يوم يعني، عشان ايه ممكن حد يقول يا فيفا الغلبه دي، انا معاكو احنا مش هنعملها كل يوم، بس هي بتبقى طالعه مقرمشه جدا، وبعدين طالعه ترند قوي الفتره دي، وانا بحب اللي موجود ايه نعمله برضو مع بعض. بس كده كفايه، واسيبه بقى يتقلي، ما جيش جنبه خالص خالص، وتعالوا نشيل ده نحطه على البلانشا عندنا. يلا الله الله. بس كده الجبن لما بتسيح بتروح ايه جايه مخليه الحاجه لازقه شويه فين في الصينيه اللي بنسوي فيها اهو. الله، شو رغيف طالع معايا ايه، طالع معايا يجنن. شو الجبن ونرصص بقى عندنا هنا. قرب كل قصر وحش قوي. يلا تعالى كده، واروح حاطه هنا اهو. انا عايزه اقول لكم انا لسه عندي فراخ كتير فايضه، كميه حلوه تعمل لي قد الكميه دي واكتر شويه كمان، تعمل لي قد العيش الفينو ده واكتر كمان. بصوا بصوا مش مستحمله ازاي. خلاص ده بقى ليا، خلاص كل سنه وانتم طيبين، ده هاخده انا ليا، يجنن وجوسي. بس وانا بشيله كان هيتقلب مني اهو. طيب هنرش عليه بقى ايه
رشه بقدونس زي ما قلت لكم، بس مش على بقى الناس بتوع ايه الزعتر، علشان نحتفظ بالزعتر، زعتر فريش او زعتر ايه جاف اللي موجود عندك حطيه، بتديلها طعم حلو قوي. البشاميلات على فكره بتليق قوي مع البقدونس قوي والزعتر. خلاص بصوا عندي هنا بقى كان تحت البطاطس، كانت تحت وبعدين شوفوا طلعت ازاي فوق، ما بيجيش جنبها خالص لحد ما تقولي انا ايه، انا استويت. ملح وفلفل اسود، نشا ودقيق، وكمان بحط لها تاني زبده، واهرس فيها كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، اهو اهو شايفينه اهو، بتنزل بالضغط مش سايبه، وبتنزل تديني شكل اهو. تاني اهي، بتنزل تديني ايه شكل بالضغط، اتفقنا اهي. طيب ولازم تديني شكل، ما ينفعش ان انا تنزل سايبه وسايحه ما تديني الشكل. طيب دي علامه ايه يا فيفا؟ دي علامه ان هي عندك في الدقيق هتبقى شوربه، ما ينفعش خالص احطها غير لما تكون نازله متشكله عندي، علشان كده بيبقى قوامها مظبوط.